طبعا وفاة ملكة بريطانيا ده حدث جلل بالنسبة للبريطانيين والإنجليز، وزي ما أنتم عارفين الملكة محبوبة ومعشوقة للإنجليز لأن هم يشعرون بالاستقرار، يعني مع وجود الملكة يعرفون أن هذا هو الاستقرار. حتى في وقت كورونا خرجت الملكة بخطاب تطمئن شعبها بأنها أزمة عالمية صحية وحنعدي منها، وفعلا عدت بريطانيا رغم أن الملكة نفسها أصيبت بكورونا، لكن هي كانت دائما العاقلة المختلفة. خلينا ناخد أيضا هذه المداخلة الصحفية مع الكاتب الصحفي من لندن محسن حسني لنعرف ماذا يجري هناك. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الكرام. يعني مساء الخير، انا عارفه انه امام قصر باكنغهام واحنا معانا بث مباشر الان امام قصر باكنغهام، الجميع يقف سواء من بريطانيا او السواح او الناس او الزائرين او نعم. او الصحافه او وكالات الانباء، فاطلعنا على يعني مستجدات الاحداث وايضا ترتيب الجنازه لاني اعرف بانها سيكون لها ايام ولها بروتوكول. نعم طبعا، وفاة الملكة موضوع لها خطة أمنية محكمة منذ ستينيات القرن الماضي، تعرف بخطة جسر لندن، وهي تعني التفاصيل كيف سيتم الإعلان عن الوفاة وكيف سيتم التعامل إعلاميا مع مراسم الوفاة وكيف سيتم إبلاغ الشعب وكيف سيتم حتى كيف سيقوم طواقم الطيران بإبلاغ هذه الأخبار للركاب في هذه الأثناء. كل هذه التفاصيل موضوعة منذ ستينيات القرن الماضي. الآن بريطانيا تشعر بحزن شديد أستطيع أن أقول، لأن الملكة كما تعرفون لديها شعبية عريضة جدا وواسعة، أفنت حياتها في خدمة العرش والتاج البريطاني وفي خدمة البلاد. غالبية الشعب أو السواد الأعظم من الشعب البريطاني يكنون للملكة كل إخلاص وكل تقدير ويشعرون بحزن شديد لفراقها. طبقا للمراسم سيتم في اليوم التالي للوفاة وهو غدا الإعلان عن تنصيب الأمير تشارلز ملكا جديدا للبلاد. اليوم كما تعرفون بورصة لندن أغلقت أبوابها حدادا على وفاة الملكة. هل البورصة أستاذ محسن ستغلق أبوابها لمدة بقى 19 أيام طبقا للبروتوكول ولا مجرد بس الأيام الأولى؟ يعني هو مش محدد الحقيقة بشكل صريح، إذا كان لأنه طبعا المصلحة العليا للبلاد والاقتصاد طبعا. وعمليات التضخم العالية التي تشهدها بريطانيا وأوروبا والعالم هذه الأيام قد تكون لها كلمة، ولكن في النهاية المراسم تتضمن أن تغلق بورصة لندن أبوابها، وهذا ما حدث بالفعل اليوم. لا نعرف إن كان هذا سيستمر لعدة أيام أم سيستمر طيب 10 طيب أيام. خلينا نمشي بالترتيب. يعني إحنا الآن شايفين التجمهر والتجمع أمام قصر باكنغهام في لندن، وعرفنا من جسر لندن يعني البروتوكول والترتيبات زي ما حضرتك ذكرت تماما بأنه سيتم نقل جثمان الملكة حتى تصل إلى قصر باكنغهام. ما الذي سيحدث غدا بعد نقل الجثمان؟ هناك مراسم جنائزية ملكية متفق عليها تم تطبيق بعضها منذ عامين حين توفي الأمير زوج الملكة الأمير فيليب. هذه المراسم تتضمن وقوف عدد كبير من الشعب البريطاني لمشاهدة المراسم، وأيضا مشاركة سلاح الخيال الملكي ومشاركة سلاح الطيران الملكي في مراسم مهيبة تعبيرا عن يعني تقديس هذا الرمز أكيد. الذي أفنى حياته في خدمة البلاد. هناك مراسم عديدة ستبدأ أو بالفعل بدأت اليوم وستستمر لعدة أيام. بالتوازي مع هذه المراسم ستبدأ مراسم تنصيب الأمير تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا. تمام، هل أيضا هيكون بعدها أيضا نفسها تولي الأمير ويليام كولي للعهد وأمير ويلز هيبقى؟ نعم سيكون الأمير ويليام هو ولي العهد الجديد. وكل هذا طبعا ما يعني متفق عليه أو ليس فيه أي خلاف مع القواعد المعمول بها في العائلة المالكة منذ بداية الحكم. يعني
فالأمير ويليام سيكون هو ولي العهد، والأمير تشارلز هو الملك الجديد. هذا له مراسم ستتم أكيد خطوة بخطوة مع مراسم طيب وداع يعني الملكة إليزابيث الثانية. العناوين التي خرجت سريعا بعد الوفاة، العناوين سواء في الديلي ميرور أو في السن أو في الاندبندنت أو في البي بي سي، ما هي العناوين؟ يعني ماذا قالت العناوين؟ يعني الحقيقة أنه بعض الصحف، تعرفين ويعرف الجميع أن هناك حرية كلمة وحرية صحافة عالية جدا في بريطانيا، وهي قلعة الحريات في العالم. هناك بعض الصحف تنبأت بالوفاة قبل حدوثها، والبعض نشر وقال أنه يشعر بحزن شديد لأن الملكة ربما تكون على فراشها وتعيش لحظاتها الأخيرة. وبالفعل بعد النشر في بعض الجرائد هذه التكهنات حدثت، وقعت الوفاة بالفعل، وأعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة. الذي أريد أن أقوله أن الحزن يخيم على الشارع، الحزن يخيم على وسائل الإعلام البريطانية. الملكة كان لها دور كبير جدا في الأعمال الخيرية، ليس في بريطانيا فقط وإنما صحيح. في أنحاء مختلفة من العالم. الملكة كانت تبتعد قدر استطاعتها عن السياسة الداخلية وأيضا الخارجية، وكانت تكتفي بالعمل العام النافع للناس سواء داخل بريطانيا أو خارجها، وكانت تحظى بشعبية كبيرة جدا ليس فقط بين البريطانيين وإنما في أوروبا وربما أكيد. العالم بأكمله. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا، وسنتابع أيضا، بشكر الكاتب الصحفي محسن حسني حسني، ونحن نتابع مع حضراتكم هذه الصورة من حية من قصر باكنغهام بالاس. وزي ما أنتم شايفين المواطنين واقفين، أو البريطانيين أو وكالات الأنباء وكل يعني سائحين، يعني الجميع ينتظر ربما يعني انه الملكه يعني سياتي جثمان الملكه الى قصر باكنغهام طبقا للبروتوكول، وهو ايضا ده شعورا منهم بانهم يفتقدون الملكه ويودون ايضا انهم يكونوا حتى رغم رحيل الملكه موجودين حتى الساعات الاخيره.